سميتي عزيز بالنسب الجديد اللي عندي الياباني. ياباني عزيز عندي 21 عام. أنا من تزاديت لقيت راسي مع الوالدة ديالي ساكن، وكنت الوالد ديالنا كان بعض الخطر كيجيها في أعياد وكذا. أنا والوالدة ديالي وأختي وصاي من قريت في الابتدائي بالكنية ديال الوالد ديالي، في إعدادي كنية ديال الوالد ديالي. وصاي من واحد الوقيته جات الوالدة بغات تزوج الخوادرية، وهي صافي جات مرتو ودات خوادرية ديالي ومرتو، عطاوها الوراق وكذا، مشاو صايبوا لهم كنية من عندهم، قالت لهم هادو ما يدخلوش معايا في حالة مدنية. ما تعرف بنفس في السبيطار هو اللي مخرج الخوادرية ديالي وكلش. وغي من بغات تصايب الوراق عيطات الوالدة ديالي، قالت لها انا صايب لك الوراق، واش دير هذاك الوراق اللي عندك ديال باش خرجتي ولادك من السبيطار، باش خرجهم عادير وكذا. صاي جمعات لهم الوراق وداتهم لهم. صاي مدات له الوراق، صاي شداتهم هي حيداتهم، صاي داتهم عندها هي، صافي خلاتهم ديالها هي، صافي قالت لهم هادو ما يدخلوش مع ولادي. فهمتي؟ قالت لهم انا ما نصايبش لهم حاله مدنيه مع ولادي، ولادي يجيو بوحدو. تزوج عندها هو في واحد القريه، كيقول لها ولد عامر تزوج، مشى عند عائلته تمايا وتزوجوا بالفاتحه، وكانوا الشهود كانوا بزاف الناس تمايا عارفين كلشي هادشي، فهمتي؟ وصحابو بزاف الناس. صاي هادشي اللي كان. كان تزوج بمراه اخرى وكان طلقها، وهذيك المراه اخرى صاي بقات علاقه بين الوالد وكذا، الوالد والوالده اللي خاصها كيغوت ليها كيجيب لها المصروف العيد الكبير، فهمتي؟ رمضان هذيك الاعياد كيجيب لها اللي خاصها في الكسوه، عاوتاني كيجي كيعطيها فلوس الكسوه. ومن تزوج بهذ المراه صاي خرجات وهويا من بيناتنا، وقعد داخله غير هي باش دير هذاك الشيء اللي بغاش هي، فهمتي؟ تخرج الخصوصيه ديالنا حنايا وتخليها هي هي والوالد، تخرج عادل من هذا الحساب. صاي ما خرجاش ولاش بغا ولادها هما اللي يكونوا في، فهمتي؟ ولادها هما اللي يتحطوا بسميه الخطاب. اما قالت لهم هذاك عزيز امنيه ما يتحطوش مع ولادي. كان كيجي انا برك كنت باقي صغير، كان شحال من خطره جابات عندنا في الدار، شحال من خطره جا عندنا كيخصني شي حاجه كنصوني له كذا، ما كيخصهاش ليا. واحد النهار طلبت واحد الايباد جابها ليا، ولكن صاي حدا دخلت بيناتنا هي، صاي ما بقيتش حتى الهضره كنصوني له، كنبغي نهضر معها هي كتجاوبني هي، وكنصوني مع لا عادل كتجاوبني هي، كتقول لي شي هضره ما كايناش كاع. زعما شنو خاصك كذا؟ صاي هادشي اللي كاين. تهضر معايا هي بصفتها بحال شي واحد كيدير معاك زوين، وصاي بحال شي واحد كيصدق عليك، فهمتي؟ اما كتحيد هذيك زعما راه ولد راجلها ولا كتحيدو. بغات قطعاتها هي اصلا، قطعاتها من بقاش معاها قطعات هذاك الغلاق، مبقاتش كاع. ولينا فحال شي وحدين، فحال كنت خاصنا شي حاجه كنصوني، وكنهضر تهضر معنا هي، بغات تعطينا مباش تعطينا ما تعطيناش، بحال كتصدق علينا. هادشي اللي كاين دابا. راه اعياد دازو ما جابت لنا والو، الحمد لله خدام على راسي بخير، معاونه الوالده كارينا الدار بخير الحمد لله، باش ما كان الحال. انا علاش هضرت ولا كذا؟ راه كيبقى في كل حال بحال هكا كتشوف تحس بالحقره، فهمتي؟ تزاديش انا ما عارف والو، انا زاديت في الدنيا عادي وصاي بحال اي الناس، بحال اي واحد كيتولد عادي. صاي هادشي اللي كاين، ماشي محتاج بو يكون في جنبي انا، صافي اللي كينسى كنسى. صاي لا ماشي انا اللي نقلب عليه، هو اللي خصو يقلب عليا، حتى هو اللي بو، ماشي انا اللي ولدته، فهمتي؟ صاي كتقول صافي نساك، صافي نساه، هي غير على سميه النسب وكذا، كيبقى في كل حال. علاش ما تحطش انا مع خوتي في حال يوسف، في حال ايمن عادي؟ انت ماشي ولد الحرام. انا ماشي ولد الحرام، هذا هو المشكل فين كاين. كاين الشهود، كاين بزاف د الحوايج. ضل انا دابا هضرت معاها وقلت لها كذا، قالت لي خلي من الله، قالت لي من الله، قالت لي انت بلا ما تدخل راسك في هادشي خليه من الله. كنسمعك نشوفك كتهضر فحال هكا، وكت بزاف د الحوايج اختي، عاوتاني كتبغي تهضر بزاف، كيديرك تحسبها بحالي ما كاينينش، بحالي حنا كاع ما كاينين كاع في داك الخط ديال، ما كيحسبوناش كاينين كاع، صافي هي اللي كيداتنا حيداتنا من طريق، بحالي حنا كاع ما كنا كاع ولا عمرنا كنا ولد هذاك السيد ولا حتى شي حاجه، فهمتي؟ صافي شداش عند هذاك الوراق اللي شدات، قالت صافي راه هاد الوراق هما كلشي. صبع له ما عندي بال، علاش غنصبع له؟ انا اصلا ما باغي منه والو، انا اصلا ما محتاجش له، ما محتاج لحتى شي واحد فيهم، فهمتي؟ انا بغيت ناكد وصايب، شي حاجه كاينه، شي حاجه كاينه، ما شي حاجه ما كايناش.
والخا الناس راه كلشي كيعرفوني، كلشي كيعرفوني ولد الميل ودي مش حاله هذه. كان كيجي عندنا ما كانش بقى صغير. هادشي اللي كان اخر مره شفتي هادي الانسان شي ربع سنين دابا شفتو، طلعت معاه سلم عليا وقف سلم عليا وكذا. دابا واش خصك شي حاجه؟ قلت له ما خصني والو صاحبي. ما كتجينيش، انا كنقول لا ماشي انا اللي نقلب عليه، هو اللي خصو يقلب عليا. واخا يكون با راه لا نساك من راسه، واش انت راه خصك تنساه؟ صافي عيش حياتك، خدم على راسك وعيش لافي ديالك، ما تسوق حتى شي واحد. اما باك راه هو اللي خصو تكون عنده الكبده من جهته، كيقول هذاك شنو خاصه ولا شنو نجيب له ولا حق واكل ولا ما واكلش. اما انا راه باش مقسم الله معايا، المهم شي الحمد لله عايش خدام بخير الحمد لله. بزاف كنت صغير كنحس بالنقص عادي، فحال اي اب مع ولده ما كاين لا علاقه لا هضره لا والو. من طلع من كنت غنطلع كنقرا في كاتريام صافي، احسن حاجه درتها تما هي قلت صافي ما نطلعش للسانكيام، حيت عرفت راسي ما نطلع للسانكيام عاد تبدل لي الكنيه، وانا ولا نقرا مع الدراري بكنيه اخرى ما جاتنيش. كنت كنشوفو على قاطاج ما كنتش باقي صغير، صوت فاش ولا بعض الخطرات ما كيكون عنده شي حاجه كيغوت لنا، خطره دانا للبحر صافي هادشي اللي كنعقل. الام ديالي كان عندها، الام ديالي الحمد لله عندي فحال الراجل معيشه هنا صافي، عندها هذاك جوج ولاد صافي، عرفات اللي كاين هي، عرفات باللي صافي صافي ما كاينش عليه من تعول وكذا صافي، بقات شاده انا هي خدام علينا شما كان الحال في اي حاجه كتخدم صاي. وصلت عندي هنا 10 سنين صاي، خرجت انا نخدم. ضروري راكش حاسب النقص. ممكن نقول له والو منو المولى، منو اللي خرق اش عارف مباش اش عارف منو المولى، ربي هو اللي كيحاسب كل واحد. انا عايش باش ما كيقسم الله راه خدام على راسي، وهاديك 80 درهم نهارك تجي هما شي حاجه انا راه خدام عايش بها بخير، مقهوي عايش واكل شارب كلشي ديال الله. بالنسبه لي انا ما مولفش عليه، ما كانش وحشهم هو مولفش عليه. هاي كيبقى فيك الحال، كيبقى فيك الحال، كتشوف راسك انت ديما مقاتل، ديما كتخدم في شمك. كان من عندي 10 سنين وانا خارج خدام، وانا ماشي كنحسد ولاد ولا بالعكس، هذوك خوتي وعزاز عليا، وما كنتسناش فحال كنكون كنهضر مع شي واحد كيقول لي دابا يخرجوا في داك الدراري، كنقول له لا داك الدراري ما ليهم والو كذا، فهمتي؟ ما دايرونش في عين الاعتبار باللي هما خصهم يخلصوا ولا ما بغيش والو هاد الساعه، بغيت غير تعرف بيا فحالي فحال خوتي. هادشي اللي كاين كانوا كيعرفوا هما قبل، كانوا كيعرفوا اختي كانت جالسه معاهم مدة كانت جالسة معاهم صافي، من جينا تعرفنا مع بعضياتنا. كانت جالسة على اساس بنتو صافي، وقع من شي مشاكل بيناتهم، واحد ولد عمتها بغا يتزوج بها وكذا صافي. هذيك الساعة مشاو قادو الوراق، خدات من عند الوالدة قالت لها عطيني هذيك الوراق اللي عندك كذا، قادو الوراق ومشات خدات الوراق وداتو، قالت لهم هادو ما يطيحوش مع ما يجيوش مع ولادي في حالة مدنية صايي. هادشي اللي كاين فعلا تزوجت، ماشي ولد عمتها، يعني ولد عمتها ولد اختها. هي فهاد الوقيته هادي من كانوا بغاو يصايبوا الوراق باش تتزوج، هي فاش في الصافي داروا لنا كنيه جديده وكذا، عطاونا واحد القد ديال الفلوس وقال لنا صايي هادي باش تقضيه وكذا صايي. من تما صايي تقطعات بيناتنا العلاقه. انا اختي مع با شحال هادي كانت مزيانه، اما دابا ولات عادي فحالي فحالها، مسوقش فحال هادي كانت هي احسن مني، بالعكس كانت كتمشي عندهم وكانت بزاف الحوايج. اما انا كنت مخرج من راسي هذاك الشيء كاع، مساعد ندير الفحص عادي. ما نكرنيش كي نتلاقى معاه فينا ولدي، فينا ولدي عمره ما غوت لي بسميتش، ولكن المشكل مرته ما بغاتناش نطيحو معاه في الوراق، ما بغاتش الكنيه ديالو تولي عندي انا ولا عند اختي. بغيت نقول له والو، الله يسهل عليه الله يزيدو، وشوف اللي تسلكك دير الشيء اللي كاين. ولا بغيت انا بعدا متاكد من راسي ولدك، انت عارف هذه مزيان، ولا بغيتي تشرف الفحص ديال الادين نديروه، انا ما عنديش المشكل لا انا لا اختي. يقدر فحال هكا بطريقه مباشره يعاونك، فحال هكا صاحبو يعطيه فحال هكا، ماشي يقول له كاع دي له هاد الفلوس، يقول له سير خذ له شي موطور باش يخدم. هو راه عارفني كنخدم انا على راسي، انا عارفني ما كنجلش فيما كان، كنخدم فيما كان، طرف فلوسي نجيبها نهاري نحضر. مغلوف في الامر ديالو، ماشي ما مسوقش ولكن مغلوف في الامر ديالو.
جوج بروسيات و لا سيرونس. درت كسيده كان واحد خونا عنده واحد كليو بقى دوبل في، وكان غادي قدامي وهو فرانه بزربه وقصه، وقال لي اش خلص لي هذاك الشيء ما عنديش انا ديك الساعه. بقيت كنهضر معاه كذا صافي، قال لي غنغوش، قال لي انا ما عندي منديل كي الله مخرجه من كازا، قال لي ما عندي منديل صافي غوش. صونيت ليها قلت لها راه باغي واحد القد ديال الفلوس. صونيت ليه هويا كتجي، هي ديما التليفون بعدا تصوني العادل، كاينه ايمان ما كاينش عادل، ايمان اللي تجاوب مع عادل حسبوا ما كاينش، فهمتي؟ صاي صونيت جاوبتني هي، هضرت معها قلت لها صاي انا نجيب لك واحد القد ديال الفلوس. جات عندي عطاتني 40,000 ريال، دوزت موراها مده عاوتاني درت واحد المشكل عاوتاني بموطور، عيطت لها قلت لها خصني واحد القد ديال الفلوس، واش تقدري تعطيني؟ عندي واحد 20، عطيني 30,000 خرج الموطور ديالي. وقالت لي واش بلوكيني، بلوكاتني من النمره، صيفط لها في النمره ديالي، في النمره ديال الوالده بلوكاتني، صاي بلوكاتني، بعت الموطور بنص الثمن، سلفتها من عند واحد السيد 30,000 ريال، خديت من عنده 50 في الاول، خديت من عنده 50 و 1000 درهم اللي كانش عندي قديش بها، وتابعت الموطور ورجعت له فلوس. الحمد لله شاد حرفه ديال البني خدام بها. باقات لحد الان مسكينه كتخدم. كتشوف كتشري في الجوطيه فحال هكا الحوايج وكتكلف فيهم البيع، ولا كان شي ميناج ولا شي لعيبه كتمشي تخدم. دابا المود دابا عرفتي شحال، دابا راه شي 9 سنين باش شفنا حولي جابنا حولي. مود شحال هذيك، شحال من 9 سنين واقيلا. كنت باقي كنقرا انا في ابتدائي، كنت واقيلا كنقرا في الثالث ابتدائي، شفت الوالد جابنا حولي. وموراها صافي ولات المرا ديالو كتجيب لنا، كتجي كتلوح لنا 40,000 30,000 39 كل خطره، وشحال كتلوح ديال الفلوس وكتمشي. الحوالة كتفرقوا على الناس، هذاك الشيء ما كنشوفوا منه حنا والو.